آل سعود مستعبديننا، مرة يقولون انهم يحكمون بشرع الله، ومرة يقولون انهم يحكمون بالسيف، ولا الشعب اللي ساكت عليهم مصاب بالانفصام. واليوم انا هدى العمري اعلنها صريحة، ما في رقبتي بيعت الا واعلن كفري بشريعتهم. السلام عليكم. مسلمة انت؟ ما شاء الله، من وين انت؟ من السعودية. شو تسوين هنا؟ مستغربة يعني سعودية تنام هنا؟ انا هوملس من بلد. هوملس انت من بلد هذه؟ كيف يعني؟ سنة وشوية هوملس. لا انت مش سعودية، عندك يعني اي شيء يعني بطاقة كذا انك انت سعودية؟ هدى العلمي؟ العمري. العمري، اوكي. عندك بطاقة ولا أي شيء؟ أي والله السعودية. من كم سنة أنت موجود هنا؟ يعني كيف أحوالك؟ ليش يعني؟ يعني لو من ليش هم ما جوا يعني ما يساعدوك يعني؟ ما ساعدوا شو يعني كثير من الشارع. يعني ليش السعوديين ما يساعدوك؟ يعني رموك هنا في الشارع؟ يعني تنامين هنا في الكنيسة؟ مش وكيف تاكلين؟ في الداي سنتر هنا قريب. بس يعطونا وجبتين في اليوم، فطور وغدا. والعشاء بالناس يعطونا من هنا.